القرآن الكريم لما يفاجئ الناس بالرحمة. قد يسأل سائل يقول طيب يعني شو نعبر عن الله بأنه شديد العقاب وأنه يحط الناس أحيانا العاصين بالنار، زين هاي شنو؟ يعاقب بعض العصاة، يبتلي بعض الناس. واحد يبتلي وإذا ابتلى ما نعرف سر الابتلاء، خصوص اللي عنده نظرية سطحية شوية يقول شنو ذنبه هذا يطلع من بطن أمه مثلا معاق معوق، شنو ذنبه؟ هو ينسى أن اللي طلعه معوق شنو؟ قد يكون غلطة من أبويه، قد يكون تأثير وراثي، واحد من أجداده. يعني خلنا نقرب لك المعنى. عندنا ثبت أن الخمرة إذا واحد أدمن عليها أثر من تأثير الكحول أن يشمم هالخلية اللي يتكون منها الجنين، الحويمن يتشمم أو البويضة إذا شربت الأم تتشمم، فيطلع النقص وين؟ يطلع بالجنين، نفس الجنين. أكو أشياء إذا استعملها الإنسان الله عز وجل نهى عنها، بس إذا استعملها الإنسان عندنا إحنا منهيات بالمضاجعة، مثلا المضاجعة تكره ليلة كذا ساعة كذا في حالة كذا. يعني بعضنا من دول المتحلقين وشو الخرافات هاي، واحد يشتهي أهله يجي الأهله في أي وقت، شو هالحكي؟ شنو مدى القمر بالعقرب أو الحكي هذا ما له طعمه؟ لا يا أخي لا تشتهين، لا، لأن هذا الحكي مو طالع من واحد عادي، هذا الحكي طالع من طريق السماء بطريق الأنبياء أو بطريق الأئمة، والشيء اللي يصدر من هالمصدر لا تشتهين به وإن كان ما تعرف له سبب ظاهر. أنت إذا ما عرفت له سبب ظاهر مو معناه ما إلى حكمة، لا إلى حكمة. في الإنسان إذا ارتكب بعض الأشياء، الجنين انعكست على الجنين، يجي هذا يقول لك هي هاي من العدل أن هذا يطلع. يا أخي هذا ذنب الأبوين، ما امتثلوا ما انتهوا. الشيء يقول خو افرض الأبوين غلطوا الولد شنو؟ ونقول له هي التأثير بالولد هذا راح يوجع قلوبهم، تأثير بالولد راح يبين أن دولة يعني يبطي كشف بأن دولة انحرفوا عن إطاعة الله، تأثير بالولد قد تترتب عليها مصلحة للولد لا نعرفها. يعني أكو كثير من الحكم قد لا تصل إليها مداركنا أو أفهامنا، بس لا تتهم الله عز وجل ورحمته، لا تتهمها حتى عقوبته. إذا أراد أن يعاقب عقوبته رحمة. ولذلك أبو ذر سألوه قالوا له ما مدى تسليمك لله؟ قال والله لو وضعني جسرا على جهنم وأمر الناس بأن يعبروا علي لما تأوهت قدر الإمكان. أنا اللي مصمم عليه هذا، ما أدري طبيعتي تضعف بعد ذلك أو لا، أنا اللي ناوي وعازم عليه هذا. أنا أعرف أن الله لا يفعل إلا الرحمة، لا يصدر منه إلا الرحمة، ونسأله أن لا يحرمنا من رحمته. في واقع الأمر الرحمة هي عطاء الله عز وجل، الرحمن